بحضور حشد من السياسيين والإعلاميين وممثلين عن عدد من الأحزاب والتيارات، عرض النائب بطرس حرب بصفته وكيل الإعلامي مارسيل غانم لمسار الملاحقة القضائية بحقه في مؤتمر صحفي عقد بمنزله. وقد استهل المؤتمر بكلمة للرئيس أمين جميل: محل وجود لبنان هو الحريات، وإذا فقدنا الحريات بعتقد بكون على الدنيا السلام. القلق العميق على المستقبل وخوف من انزلاق بمنطق الدولة الأمنية، هذا الخايفين منه، وأنه تتمارس النوع من الضغوطات على القضاء وبالتالي يرفع فوق كل واحد منا أي سقف اللي هو الحرية والديمقراطية. بعد ذلك تحدث حرب معتبرا أن القضية ليست قضية إعلاميين، بل هي قضية تتعداها إلى ما هو أهم وأخطر، لأنها تطال وجود نظامنا القائم على الحريات العامة المكرسة في أكثر من مادة من دستورنا. حرب وبعد شرح مفصل لوقائع ما حصل مع زميل غانم أكد عدم التنازل عن حق غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه، مؤكدا الاستعداد للمثول أمام القضاء في الرابع من كانون الثاني المقبل دون تنفيذ مذكرة الأحضار التي تهدف إلى إهانة غانم، الأمر المعيب وغير المبرر وفق حرب. في واجهة ما جرى في قضيتنا قررت تقديم طلب رد القاضي الأولى منصور وتعيين قاضي بديل عنه لمتابعة التحقيق في قضيتنا وفق الأصول القانونية، ولقد تقدمنا بهذا الطلب اليوم بالذات وتم تسجيله. كما قررت تقديم شكوى إلى التفتيش القضائي ضد القاضي منصور، وقد تقدمنا بالطلبين اليوم بالذات ما يجب أن يرفع يد القاضي المشكوك منه عن النظر في الدعوة العالقة حتى بث طلب الرد المسكوت. أود أن أعلن اليوم وبصورة رسمية أن مارسيل غانم مستعد للوصول أمام القضاء اليوم أو غدا أو في أي يوم يعين له قاضي التحقيق موعدا لوصوله، وأنه لا يتهرب لا من التبليغ ولا من الحضور، وأن تنفيذ مذكرة الإقرار بحقه وتوقيفه وأحضاره محفورا أمام قاضي التحقيق حسب منطوق المذكرة التي أصدرها هي لا تتجاوز المسرحية المهينة للقضاء وللدولة وللمؤسسات وللأحرار، ويشكل بداية انزلاق خطير لنظامنا الديمقراطي نحو الديمقراطية نحو الدكتاتورية والتعسف والقمع. الإعلامي غانم اكتفى بالقول أن القضاء مش بخير، مش آخر الدنيا. أول شيء عم بيأكدوا لي المقدمة اللي عملتها ب16 شهر على الهواء، وأنا بدعي الناس اليوم يتابعوا كلام القاضي السابق جورج عقاس اللي حكي أنه القضاء مش بخير ولبنان مش بخير. إشارة إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان قلة منصور كان قد أصدر مذكرة إحضار بحق الإعلامي غانم وحدد الرابع من كانون الثاني المقبل موعدا للجلسة.